wanna keep you drunk, wanna keep you drunk, babe. Wanna keep you drunk, wanna keep you deep, to keep you deep, to keep you deep, to keep you deep. Wanna keep you deep, to keep you deep. Just bodies, baby, making bodies we just use for fun. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم مريم أمين. أتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم نقدم لكم بغرير. قبل ما نبدأ بالمكونات، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. يلا نبدأ بالمكونات. الماء يكون دافي، جوز ليف ديال السميدة الرقيقة، وزلافة ديال الفورس، معلقة كبيرة ديال الخميرة، معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة صغيرة ديال السنيدة، جوج شاسيات ديال الخميرة كيماوية. يلا نبدأ بطريقة التحضير. غناخد إناء أو بول، غنوضع فيه السميد الرقيق، غنضيف لي زلافة ديال الفورص، غنضيف معلقة صغيرة ديال الملح، ومعلقة ديال السكر سنيدة، ومعلقة ديال الخميرة. تقدر دير هاد الحبيبات، تقدر دير العجين اللي متوفر عندكم. نحرك النواشف مع بعض، غناخد زلافة اللي عبرت بها السميد وعبرت بها الفرص هي اللي غنعبر بها الماء. عندي 4 زليف ديال الماء يكون دافي، والزلافه الرابعه ما نخويهاش كامل حتى نشوفوا العجين واش كيشرب لينا هاد السميد هو الدقيق ولا لا. غنديروا نصها ونحتفظوا بالنص الاخر حتى نشوفوا. هاد البغرير كنوجدوه في اخر لحظه بدون اختمار. طبعا احتاجيت هاد النص يعني 4 سلايف هاد الدقيق تيشربو سامي. دابا غندوزو للمرحله الثانيه، غنخلطو في الخلاط الكهربائي. غنوضع فيه الخليط ديالي، نقسمو الى نصفين. اللي بغى يضاعف المكونات يضاعف، واللي بغى ينقص ينقص. بحال دار زلافه ديال السميد يدير نص زلافه ديال الفورص. دابا مني طحنت الخليط حتى دار لي هكا فقاعات، غنضيف لي شاسية ديال الخميرة ديال الحلوى، ونطحنو مرة أخرى ونفرغو في إناء. هانتو الشكل ديالو كيفاش كيوليو هاد الفقاعات. هادو هما اللي نعرفو بأن العجين ديال البغرير ناجح. عندي الشكل ديالو مجاري ما تقيل على هذا الشكل.
نفس الطريقه غنديروا الخليط الباقي. غنضيفو هاد الساشي تاني، هاهو الشكل ديالو ولا فقاعات على هاد الشكل. هاهو الشكل ديالو الخليط ديالي، هاهو الشكل ديال العجين ديالي، كيجي على هذا الشكل، ما خفيف ما ثقيل. دابا غنبدا نسخن المقلاه ديالي ونبدا نخبز فيه. المقالي ديالي سخنه باش نوجد البغرير بسرعه، تكون العافيه مجهده. دابا غنطفيها، هي سخنات لي المقله، ناخذ شويه ديال الماء من الروبين يكون بارد، نشلل المقله ديالي وندير فيها العجين. هذا الشكل، نفس الشكل ندير شويه الماء هكا نشل به المقلاه يكون بارد، ونوضع العجين ديالي. الخبيز ديال البغرير ها هو كيفاش كيجي، تيجي واقف بسميده، تيجي رائع. ها انتي ما كيتعجن ما والو، واخا نضغط عليه ها ينسرحوه هكا كامل حتى يبرد باش ما يتعجنش لينا البغرير، نخليه يبرد ما كيبقاش ها، واخا تضغطي عليه ما كيتعجن. وكيجي مثقب على شكل شهدة، شوف الشكل ديالو، وتيجي طيب مزيان. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. دابا نحطو معكم في طبق التقديم ونجربوه. وهاو الشكل النهائي ديال البغرير ديالي، طيبت معكم، كيجي الشكل ديالو رائع والمذاق حتى هو كيجي مثقب.
بحال الشهدة تماما، كنقدموه مع العسل والزبدة بلدية. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم وتجربوه. ما بقى لي نقول لكم بسلام عليكم إلى فيديو جديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وشكرا على المشاهدة.